إذا مشاهدينا الكرام الآن ينضم معنا مباشرة السياسي المستقل الأستاذ عائد الهلالي. أهلا بك أستاذ عائد. إذا اجتماعات مكثفة لقادة الإطار، ربما توصلت هذه الاجتماعات إلى تشكيل لجنة تفاوضية، متى سيبدأ الإطار فعليا بحوارات جادة من أجل المضي بتشكيل الحكومة بعيدا عن الكتلة الصدرية؟ مساء الخير سيدتي، تحياتي لكم ولقناتكم الموقرة وكذلك المشاهدين الأكرم، شكرا على الاستضافة. حقيقة الخطوات الجدية والفعلية تبدأ عندما تشرع المفوضية بترشيح الأسماء البديلة للأخوة في الكتلة الصدرية وتصادق عليها المحكمة الاتحادية، وتكون أمر واقع بعد أن يتم الانسحاب التام للأخوة في الكتلة الصدرية. أما الآن فهنالك حوارات، لا زالت هنالك حوارات، وكانت ولا زالت الحوارات موجودة ما بين الإطار التنسيقي والشركاء السياسيين. أما على مستوى تشكيل الحكومة أو الذهاب إلى تشكيل الحكومة وشكل الحكومة ونوع الحكومة والمشروع الحكومي، فأعتقد أن الخطوات لا زالت خجلة بعض الشيء، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتأكد أو يتأكد انسحاب الأخوة في الكتلة الصدرية، على اعتبار أن هنالك حراك لربما يقود إلى تقريب وجهات النظر وإرجاع الأخوة في الكتلة الصدرية. طيب يعني أستاذ عائد، ذكرت بأنه يعني لابد من التأكد من انسحاب الكتلة الصدرية على الرغم من الاجتماع الذي حصل في الحنانة مع السيد مقتدى الصدر وتأكيده على الانسحاب بهذه الفترة. نعم، سمحت السيد سبق وأن أكد أيضا على انسحاب من العملية السياسية في مرات سابقة، وكان هنالك جهد لثني سماحته وسماحة أول مجموعة الكتلة الصدرية عن عدم مشاركتهم أو عزوفهم عن المشاركة وامتناعهم عن المشاركة في العملية السياسية، لأنهم يعتبرون رقم صعب حقيقة. عدم التهاون وعدم تجاوز الأخوة في الكتلة الصدرية، لأنهم بالتالي هم شركاء في العملية السياسية منذ 2003 وإلى اليوم، وعملية عدم وجودهم في هذه الحكومة لربما يتسبب بمشاكل ومتاعب لمن يريد تشكيل الحكومة. هم يستطيعون يعني تحريك الشارع بأي وقت. طيب، وهذا الأمر يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى تعقل من الشركاء السياسيين ويقوموا بثني الأخوة حتى لا يكون هنالك تأخير أو تلكؤ في عملية تشكيل الحكومة. طيب، بالتحديد فيما يخص الموضوع الذي ذكرته أستاذ عائد، وهي ربما سيطرته على الشارع أو خيار تثوير الشارع، ربما هو خيارا متاحا في حال تم تشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري، ما هو السيناريو الذي ينتظر الإطار في حال المضي بتشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري؟ يعني هو السيناريو اللي متوقع من الأخوة في الإطار التنسيقي يعني يذهبوا إلى شركائهم الآخرين في السيادة وفي الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي يحددون شكل الحكومة والمشروع الذين سوف يذهبون إليه عندما قالوا أننا سوف نذهب إلى حكومة خدمة وطنية. هذه الحكومة بالتأكيد عمرها سوف يكون قصير، لأن نحتاج أيضا على عملية انتخاب رئيس جمهورية وانتخاب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية، لربما تكون هذه الأمور تحتاج إلى فترة زمنية، وبالتالي سوف يكون لدينا سنة مضت من عمر تشكيل الحكومة، فلم يتبقى إلا 3 سنوات، فلا تستطيع أي حكومة أن تشرع يعني برنامجها الحكومي وتنفذ برنامجها الحكومي ما لم يكن لديها وقت كافي. يعني كل الحكومات في العالم التي أو كل الدول في العالم عندما تشرع الحكومات في بناء برنامجها الحكومي تحتاج إلى وقت. يعني على سبيل المثال نرى ألمانيا من الحرب العالمية الثانية إلى الآن، يعني أكثر من 70 سنة، يعني إلى الآن تعاقب على إدارة ألمانيا 8 مستشارين، وكل مستشار يحتاج إلى 16 سنة حتى يكون لديه الفسحة من الوقت لتنفيذ برنامج الحكومي. أما اليوم أنه إحنا نشكل حكومة من أجل أن نشكل حكومة فهذا غير صحيح، لأننا نستنسخ التجارب الماضية وبالتالي لن يكون هنالك جديد ولن يكون هنالك تغيير، وكأنك يا أبو زيد هي نفس الأطراف.